كلنا عارفين ان مصر بتمر في اخر سنتين بواحده من اخطر الازمات الاقتصاديه نتيجه نقص العمله وارتفاع سعر الدولار بصوره غير مسبوقه، وكلنا عارفين ان الفجوه التمويليه في الموازنه العامه وصلت لمستويات صعبه، وان عجز الميزان التجاري ارتفع بصوره كبيره في الشهور الاخيره، وكل دي اوضاع بتقول ان الاقتصاد بيعيش اصعب ازماته. لكن في الساعات الاخيره تم الاعلان عن خبر مهم جدا ممكن يساعد في سد الفجوه التمويليه ويقلل عجز الميزان التجاري، فترى ايه اللي حصل وايه حكايه ال 52 مليار دولار اللي دخلوا خزينه الدوله؟ بانكير نبض البنوك. بلغة الأرقام مصر بتستورد تقريباً بحوالي 100 مليار دولار من الخارج، ويمكن الرقم ده قل شوية في ظل سياسة الدولة لتخفيض حجم فاتورة الاستيراد ووقف استيراد عدد من السلع الاستفزازية والسلع اللي ليها بديل محلي. وفي نفس الوقت ووفقاً لآخر أرقام رسمية، مصر كانت بتصدر سلع بحوالي 43 مليار دولار، يعني تقريباً كان في عجز في الميزان التجاري بحوالي 57 مليار دولار، وده رقم ضخم جداً في ظل أزمة نقص العملة اللي بتعيشها مصر من نهاية الربع الأول من 2022. وفي الساعات الأخيرة زف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشرى سارة بخصوص ارتفاع صادرات مصر، وأكد إن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت ل 52.1 مليار دولار لعام 2022 مقابل 43.6 مليار دولار لعام 2021 بزيادة 19.4%، يعني عجز الميزان التجاري قل بحوالي 10 مليار دولار. وطبعا الرقم ده مرشح جدا للزيادة بسبب الإجراءات التقشفية اللي بتعملها الدولة في ملف الاستيراد. وفقا للأرقام المعلنة في النشرة السنوية للتجارة الخارجية لعام 2022 بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 35.5 مليار دولار لعام 2022 مقابل 32.6 مليار دولار لعام 2021 بارتفاع نسبته 9%، وبلغت قيمة الصادرات البترولية 16.6 مليار دولار لعام 2022 مقابل 11 مليار دولار لعام 2021 بارتفاع نسبته 50.1%. وأعلى النسبة للصادرات المصرية طبقاً لدرجة التصنيع خلال عام 2022 كانت في السلع تامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 41.2% من جملة الصادرات المصرية، ثم الوقود استحوذ على 33.5% من الإجمالي، وبعدها سلع نصف مصنعة وبلغت نسبتها 17.3%. وحول أهم السلع اللي ارتفعت قيمة صادراتها، بلغت قيمة الغاز الطبيعي والمسال 9.9 مليار دولار لعام 2022 مقابل 3.9 مليار دولار لعام 2021 بنسبة ارتفاع 152.7%. وأفادت نشرة المركزي للإحصاء أن تركيا جت في المرتبة الأولى من حيث التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها بنسبة 7.6% من جملة الصادرات، وارتفعت الصادرات ليها بنسبة 32.4% لتصل قيمتها ل 4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليار دولار لعام 2021. طب الأرقام دي معناها إيه؟ الأرقام دي بتقول إن الحكومة شغالة كويس جداً في ملف زيادة الصادرات المصرية للخارج وتقليل فاتورة الواردات، وبنسبة كبيرة أرقام الصادرات هتزيد أكتر السنة الجاية وأرقام الواردات برضو هتقل أكتر، وده هيكون ليه تأثير على تقليل الفجوة في الميزان التجاري ما بين اللي بتستورده مصر وبين اللي بتصدره. كمان ده هيكون ليه تأثير واضح على أزمة نقص العملة، لأن زيادة الصادرات مع ملفات تانية زي زيادة عوائد السياحة ورسوم قناة السويس هيساهموا بشكل ملحوظ في توفير سيولة دولارية للبلد في وقت صعب محتاجين فيه لكل دولار عشان نقدر نعدي الأزمة اللي عايشين فيها من فترة. أنا أشرفت أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.